من عدن معنا مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. بعد تحية إياد، إذن محاولة لوجود حملة دبلوماسية مكثفة لحل الصراع اليمني بشكل يمني بعيدا عن أي تداخلات خارجية، إذن كيف تبدو التفاصيل في هذا الإطار؟ صباح الخير حسن. نعم، هناك حملة دبلوماسية مكثفة ليست أمريكية فقط بل غربية وأيضا إقليمية، تدخلت فيها كل الدول. على ما يبدو أن الموقف الدولي يتفق على إنهاء الحرب في اليمن، هذا هو العنوان الذي نقراه في كل يعني سواء داخليا أو خارجيا. المبعوث الأمريكي في حواره لصحيفة الشرق الأوسط كشف يعني جوانب كثيرة من اللمسات الأمريكية على خطة السلام المعلن عنها برعاية عمانية إقليمية وأيضا رعاية الأمم المتحدة، إذا كان هناك الأمم المتحدة لها تدخل كبير في هذا الشأن. في حديثنا قبل قليل مع بعض من لديهم يعني اطلاع بشأن العملية السياسية أو رؤية السلام في اليمن، كان هناك يعني في إدارة بايدن هناك مبادرة قدمها وزير الخارجية السابق للولايات المتحدة جون كيري، وكانت عبر وسطاء عمانيين. ربما أن المبادرة الجديدة التي وضعت برعاية عمانية وأيضا رعاية الأمم المتحدة ربما هي نفس الخطة، بعض الشيء تم تعديل عليها بعد 8 سنوات. هذه مبادرة جون كيري هي وضعت في العام 2016 تحديدا في أغسطس من العام 2016. نعم. كانت هذه المبادرة من بين نقل السلطة وأيضا نقل السلطة إلى مجلس رئاسي، وكذلك يعني رؤية لشكل الدولة وأيضا وقف الحرب ودمج الاقتصاد يعني دمج البنك المركزي وأشياء كثيرة. ربما أن المجتمع الدولي والمواقف الدولية اتفقت على أنه وقف الحرب في اليمن وتصفير المشكلات. نعم. وهناك عمليات يعني ربما موضوع إطلاق الأسرى، هناك حسنية لدى الأطراف اليمنية بالتوصل لحلول، هناك تم إفراج عن كثير من الأسرى. صحيح. يعني مر عام كامل دون عمليات عسكرية بالشكل الذي كان عليه سابقا، يعني هناك حالة يعني نعم هدنة مطولة فقط. أيضا الزيارة الوفد السعودي إلى صنعاء وأيضا أشياء كثيرة حدثت خلال هذا العام. صحيح. ربما أن اليمن قادمة على مرحلة سلام، وهو طبعا النية المهمة طبعا. نعم. الخالصة للتنفيذ على أرض الواقع إياد، يعني والتوصل إلى سلام شامل في اليمن بحسب الجهود الدبلوماسية المكثفة. من عدن إياد الموسمي كنت معنا مباشرة، مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.